اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الترند، واللي بينورنا ويشرفنا فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ حكيم، منور الدنيا. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. سفر الفريق لبكره، الاستعداد لبطوله قطر، فيفا انتر كونتيننتال، كاس التحدي. بكره ضربه البدايه. بكره ان شاء الله يمكن مارسيل كولر كلنا عارفين لما رجع الفريق من جنوب افريقيا ادى الفريق راحه يومين، وبكره التدريب الاخير في ملعب قطاع الناشئين في مدينه نصر. هيسبقها جلسه تصوير رسميه للفريق، وبعدين البعثه. يمكن انت قلت امبارح القائمه، وهي يمكن ناس كتيره القائمه يمكن تقريبا هي ما فيش حد هيستبعد منها، لكن خليني اقول لك بس ان بكره النادي الاهلي بيضرب رقم قياسي في جلسات التصوير. عايز اقول لك بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في موسم ممكن تكون ما بداش بالنسبه للانديه كتير. جلسه التصوير السادسه بالنسبه للنادي الاهلي بكره. في لعيبه عمرها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش جلسات تصوير رسميه بالعدد ده، يعني 21 سنه و11 شهر مع الفريق الاول ما عملتش جلسات تصوير. النادي الاهلي عملها من 27/9 لحد النهارده 10 ديسمبر او 9 ديسمبر. محمد عبد الله لاعب فريق شباب النادي الاهلي اللي هو مثلا 19 سنه عمل 6 جلسات تصوير رسميه مع كؤوس وبطولات واستعداد وكده. في انديه تاريخ ما عملتش الكلام ده كله طوال مشوار. هتقول لي 6 جلسات تصوير انت بتقول ايه كلام؟ اقول لك لا، ما طيب ما قبل السوبر الافريقي ادي واحده، قبل السوبر المصري في الامارات ادي 2، بعد ما رجعت بالكاس ادي 3 كاس السوبر المصري، قبل العين دي حاجه اسمها تصوير لبطوله اسمها الكاس القاره الثلاث، لسه الاهلي اعلن عنها من شويه على صفحته الرسميه اللي هي بتاعت احنا ابطال ثلاث قارات وجاهزين لمباراه التحدي. لسه الاهلي اعلن جلسه التصوير، نزل الصور بتاعتها. بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في اقل من 3 شهور. في انديه بتقعد كتير عشان تعمل الكلام ده في مدى عمرها ومدى تاريخها، وده يبين لك قد ايه حجم التحديات اللي عند النادي الاهلي. كانت في جلسه تصوير ثانيه في دوري الابطال قبل ماتش الترجي. تمام، بكده 7. 7 يبقى كده 7، يعني رقم يعني. دي كانت بالظبط من حوالي 6 شهور. لا انا بكلمك على في اخر شهرين. اخر شهرين يعني من 27/9 من السوبر الافريقي لحد الوقت اللي احنا فيه مثلا بنتكلم في 3 شهور بالظبط. الرقم ده الناس ممكن تشوفه ايه يا عم، هي جلسه تصوير؟ ما هي القصه مش جلسه تصوير، القصه دي بتدلك على انجازات وبطولات. انت بكره بتتكلم في ليفل ما عداش على تاريخ حد في الانديه المصريه، وممكن مش عايز اقول المنتخبات انت رحتها 90 و 2018، بس على مستوى الانديه انت ما حدش وصل للليفل ده. انت الناس النهارده بتكلمك على الكلمه البسيطه جدا، ممكن الناس تاخدها كلمه عابره، لكن كلمه صعبه جدا في محتواها، هي كلمه سهله على اللسان. ان انت احنا ان شاء الله هنلعب ريال مدريد، الكلمه تبدو سهله. انت عارف يعني ايه يا استاذ محمد تلاعب ريال مدريد الاسباني وما ادراك ما ريال مدريد؟ بطل اوروبا. بطل اوروبا. الناس اللي عايشت فتره، مش الناس الجمهور كلنا يعني، لا انا بتكلم على الناس المسؤولين اللي عايشوا ان انت جبت ريال مدريد تحتفل بيه في 2001 نادي القرن الافريقي. قد ايه كان صعب وانت جاي تلاعب دي قصاد دي، وشوف مثلا الفلوس والدنيا والكلام ده كله. جلسات التصوير النهارده للصفحه الرسميه نزلتها، دي جلسه التصوير بعد ما الاهلي كسب ماتش العين الاماراتي وكاس القارات الثلاث. في جلسه تصوير بكره اللي هي هتبقى رسميه بتاعه بطوله التحدي او كاس التحدي مع الفائز من ديربي الامريكتين. فدي جلسه تصوير بكره السادسه. انا عايز اقول لك والله بكلمك جد ومش هزار، في لعيبه بقى لها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش العدد ده اللي عمله محمد عبد الله. وانا بقول محمد عبد الله ليه؟ لان محمد عبد الله هو اصغر اللاعبين سنا في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. انا ما بقللش من قيمه مثلا من اول محمد عبد الله لحد كابتن محمد الشناوي، لكن انا بكلمك في وضع عام انت بقيت موجود فيه دلوقتي.